أرجو لئلا تغضب مني يا سيد عزام، يعني ما تقوله متفق عليه في فكرة أن الانقسام الفلسطيني هو الطعم أو هو الشراك اللي هو موضوع من قبل إسرائيل طول الوقت لعرقلة عملية السلام، لكن أرجو لا تغضب مني، أنتم ابتلعتم الطعم، يعني لا يمكن أن نتحدث عن مفاوضات فلسطينية إسرائيلية وهناك ألف لسان يتحدث باسم الفلسطينيين، هذا لا يمكن أن يعقل. لا يعني خلينا نكون واضح، ليست نحن حركة التحرر الوحيدة في العالم، اعطيني حركة التحرر واحدة في العالم كانت موحدة، واحدة في الكرة الأرضية، ولكن حالة انقسام بطريقة الإخوان المسلمين وطريقة حماس، لا يوجد تجربة واحدة في التاريخ أو في العالم من القطب إلى القطب سوى عنا في غزة. نحن لم نجرع الطعم كمنظمة التحرير الفلسطينية وصائل حركة التحرر الوطني الفلسطيني التي التحقت بها حماس بعد 25 سنة من انطلاقها دون أن تنضم إلى منظمة التحرير، بل حماس كانت جزء من اللعبة. حماس اللي أخذت الطعم مش منظمة التحرير وفصائل منظمة التحرير، ونحن نتمسك بالوحدة رغم كل ذلك. وأنا بتقديري الذي قام في الانقسام بيده إنهاء الانقسام، ومصر لها تجربة في ذلك وهي التي رعت المصالحة وورقة التفاهم التي اعتمدت في القاهرة نتيجة الجهود المصرية وقعت عام 2011 وتم وضعها عام 2009، ومصر تعرف ذلك. طيلة فترة حكم الإخوان المسلمين في مصر رغم أن مصر هي الراعية لم يعرض علينا من جانب مصر طيلة حكم مرسي التدخل لتنفيذ الورقة المصرية التي رعتها مصر وحماس وقعت عليها. وبالتالي لا أغضب عليك إطلاقا، حركة الإخوان المسلمين مش أخذوا الطعم، هم جزء من اللعبة، كانوا هم جزء. نحن لم نأكل الطعم إطلاقا، نرفض الانقسام وقدمنا التنازلات ومستعدين أن نقدم كثير من التنازلات في سبيل وحدة أرضنا، وحدة شعبنا، وحدة نظامنا السياسي. وحتى قضية المصالحة أنا أقول عنها بملئ فمي، ومصر جميع المسؤولين وخاصة أنت أشرت إلى جهاز المخابرات يسمعوني، خلاف الإخوان المسلمين مع القيادة المصرية حاليا وحماس جزء من عملية الخلاف، هي أيضا تؤثر سلبا على جهود المصالحة. وبالتالي العملية متشابكة ومترابطة، ولكن أقول الحذر، كل الحذر، أن لا يقصد. أمس نتنياهو أكد رفضه للمبادرة الفرنسية، واليوم يرحب بخطاب الرئيس السيسي.